انا يا شيخ انا مرتي فقيره فين اعطيها زكاه مالي؟ كثير من المسلمين مفكرين الصدقات اللي بيعطوها يعني والله بيمرق عنده انسان متسول بيعطيه، انسان بحاجه اعطاه مثلا هون اعطاه 20 دولار هون 50 دولار خلاص بيعتبر انه هذا زكاه ماله، لربما هو يكون عنده بسم الله ما شاء الله اراضي وشركات وبيوت وكذا، لا زكاه مالك حق معلوم ينبغي ان يخرج كل سنه بمقدار معلوم، فالصدقات شيء وزكاه المال شيء، انا طلعت زكاه مالي يعني علي زكاه فطر؟ هون شيء ثالث، في زكاه الفطر، في زكاه المال، في الصدقات العامه التطوع، ما في شيء فيهم بيغني عن شيء، والذين هم للزكاه فاعلون مهما كثرت، يعني انت احيانا تطلع انت مثلا معك 5000 دولار الزكاة تبعيتهم 125 دولار بسيطة أمام 5000، بس اللي بيكون مثلا عنده شركات وبيجي يحسبها بالآخر بتطلع هيك آخر شيء بيطلع لربما زكاة ماله لحالة 2 مليون دولار، أوه تطلع 2 مليون ما بيطلع قديش هو عنده لحتى آخر شيء طلع 2 مليون، طب انت شوف شو عندك والفقير ما عنده، والبعض بيعمل زكاة ماله الضريبة للدولة، يعني مثلا والله طلع عليه 5000 دولار زكاة المال هول بنعمل لهم ضريبة، ما بتيجي الضريبة بتاخذ شيء للشركة بتاخذ كذا بنعطيهم زكاة المال، فبيعتبر حاله عم بزكي على الدولة، تعال اقول لك لا زكي بعيد عني، الضريبة ايضا شيء اخر، والبعض بسم الله ما شاء الله عنه حبيته جاي بده يعمل زكاة ماله طلع هيك، طب انا يا شيخ انا مرتي فقيرة فيني اعطيها زكاة مالي؟ ما كمان بدها تشتري ثياب وليد بدها تشتري ثياب العيد حرام للاولاد كمان اي اولاد اولادي طلع زكاة ماله زوجته واولاده يعني هذا عم بيعمل هيك منك الك